تقل إلى صوت المواطن. لطالما كانت المرأة السعودية متألقة وطموحة وذات عزيمة وإصرار وتفاني وصاحبة تميز، رائدة الأعمال طرف المطيري شقت طريقها رغم كل المصاعب وأصبحت أول مستثمرة سعودية في مجال الصناعات العسكرية. فما هي قصتها وما هو سر تميزها وكيف استطاعت التغلب على الصعوبات التي تواجهها؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود. يعد العمل في مصانع المنتجات العسكرية أمراً صعباً ويحتاج للكثير من العمل الشاق والخبرة في عدة مجالات أهمها ريادة الأعمال، فهو ليس بالمجال السهل الذي يستطيع أي شخص العمل فيه. ولكن طرف المطيري غيرت المفهوم تماماً، فهي تعد أول مستثمر سعودي في هذا القطاع بعد أن افتتحت مصنعاً للإنتاج العسكري متجاوزة بذلك كل الصعاب. يذكر أيضا أن المبدعة طرف المطيري ابتكرت بدلة للتخفي الحراري في خطوة تعد ممتازة في مشوارها لتحقيق التميز من خلال ذلك المصنع. صالح شميمري، استوديو الإخبارية. معنا في هذا الموضوع في الاستوديو طرف المطيري وهي سيدة أعمال. مرحبا بك طرفة. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتكلم في بداية الفكرة، يعني حدثينا عن بدايتك، كيف طرأت لك هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تحية لك يا أستاذة وتحية للسادة المشاهدين والمستمعين. بالحقيقة هي مو فكرة طرأت، ولكن هي نتاج تطوير للعمل اللي احنا بدأناه. بالحقيقة أنا تخصصي أصلاً متخصصة في قسم الملابس والنسيج، خريجة جامعة الأميرة نورة. فبدأنا مشوار من فترة من أكثر من 8 سنوات بعملية المنسوجات والملابس بشكل عام، ودخلنا فيها وتوسعنا فيها بشكل كبير. جميل. فطبعاً شيء طبيعي تدرجنا فيها من أبسط منتجات الملابس إلى أن وصلنا للملابس العسكرية والمواصفات العالية جداً في. جميل. ليش وصلتوا إلى النقطة هذه؟ يعني البدل العسكرية أو الملابس العسكرية؟ والله الملابس العسكرية بالذات ما هو جديد اللي إحنا طرقنا الباب هذا، وأنا تكلمت في المواضيع هذه من عام 1431 هجري، وتناقشت فيها مع المؤسسة العامة للتدريب المهني، وقابلت كان وقتها المحافظ الدكتور علي الغفيص، وشرحنا له فكرة توطين الصناعات العسكرية بكوادر نسائية، وشرحت له الأفكار اللي كانت موجودة عندنا بما أني متخصصة في هذا المجال. ما كانت فكرة جديدة، لأنه باعتقادنا أنه الملابس العسكرية هي حصرية المفروض تكون داخل البلد أمنياً واستراتيجياً. وشلون ما كانت فكرة جديدة يعني؟ يعني هي فكرة أنه توطين الملابس العسكرية المفترض أنها تكون حصرية ووطنية. المفترض ده. بس الواقع غير كذا. الواقع أنه طبعاً فيه مصنع الصناعات العسكرية منشئ من سنين، يمكن من أكثر من 20 سنة أو أكثر، لكن هل هو يغطي كل احتياج الجيش وكل الملابس العسكرية؟ أعتقد أنه ممكن يكون فيه استيراد. فكانت الفكرة عندنا أنه إدخال العنصر البنات، وخصوصاً أنه هم دائما في المنسوجات وفي الخياطة وكذا، هذا يعني عمل من صميم عمل المرأة. جميل. وأكيد حيكون يفتح فرص عمل مناسبة لها جدا. فكانت الفكرة عندي بما أني متجهة في هذا المجال، الفكرة عندي أنه توطين الصناعات هذه، فعشان كذا ناقشنا فيها من أكثر من 5 أو 6 سنوات ماضية. للأسف ما كان فيه تفاعل، لما قابلت بالمؤسسة العامة كان وقتها الدكتور الغفيص، ما كان فيه تفاعل بالمستوى. ليش ما كانوا يتفاعلوا معكم؟ وش مبرراتهم يعني؟ وش رأوا في فكرتكم ما تفاعلوا معها؟ والله مقنعتهم؟ والله بالعكس، أنا أتوقع أنه كانت أفكارنا كثير مقنعة، والدليل على كذا وقعوا بعد الأفكار اللي إحنا طرحناه وقعوا عقد تدريب مع المؤسسة مع الصناعات العسكرية. بس ما أدري إذا مدى أنه استمرار هذا العقد أو لا، ما أعرف. بس أنه اللي أنا أعتقده أنه في توطين الصناعات هذه عشان نقدر نوطنها ونفتح فيها مجاري كويسة، أتوقع أنه المفترض تكون من أهل الاختصاص، لأني أنا هذه تخصصات مهنية حرفية بحتة. جميل. أنا ما أقدر أجيب إنسان أكاديمي نظري وأتوقع أنه بيطبق الأفكار هذه بتطبيق صحيح وكما يجب إلا إذا كانوا من ذوي الاختصاص. فأتوقع أنها كانت الأفكار جيدة وقدرنا نقنعهم فيها، والدليل على كذا أنهم بعد كذا
في المؤسسة العامة وقعوا عقد مع الصناعات، بس مدى استمرارها أو نجاحها هنا السؤال. وأعتقد من الأسباب أنه عدم اللجوء للمتخصصين أكاديميين، متخصصين حرفيين. طبعا احنا انت سالتيني من وين جت الفكره ومن وين جت البدايه، فزي ما قلت لك هي مي مجرد فكره ولا هي بدايه، هي في لها. طيب وش انت تحسين يعني موضع التميز في مشروعك هذا؟ والله اتوقع احنا سعيدين جدا لانه يعني احنا قاعدين نغذي اخواننا الجنود في على الجبهات المختلفة أو حتى في القطاعات الداخلية، أنه إحنا نقدر نقدم لهم الملابس بالمواصفات الجيدة اللي يحتاجونها، فهذا مدعاة للفخر كبيرة لنا. الشيء الثاني أنه أكيد بيعطينا إكسبيرينس وخبرة في هذا المجال تخلينا حتى ننافس في المنتجات اللي إحنا نقدمها، حتى ننافس عالميا. طب حتى الآن يعني كم تقيمين نسبة نجاح هذا المشروع وهذه الفكرة، كم بالمئة؟ والله شوفي إحنا بالنسبة لنا إحنا كمصنع اتجهنا هذا الاتجاه في الملبوسات العسكرية، طبعا جمعنا الداتا للملابس هذه ومواصفاتها، ومعروف أنه في مواصفات خاصة جدا. إحنا قاعدين ننتج بنفس المواصفات اللي هم يحتاجونها، سواء المواصفات الجيش الأمريكي أو، لكن مدى نجاحها بتعتمد على مدى ثقة الإند يوزر أو المستخدم النهائي في تعميدنا والثقة في منتجاتنا، وما زالت هذه محل اختبار. ليش يعني محل اختبار؟ ما تم الحسم فيها يعني؟ والله إلى الآن إحنا ننتظر ثقتهم وتعميدهم، بس إن شاء الله الأمور طيبة ونتوقع. طيب عندك صعوبات معينة تواجهينها الآن تتمنين يعني تذليلها يعني إزاحتها عن طريقك في المستقبل؟ يعني في أي مجال، في مواضيع الاقتصادية أو الاقتحام في مجال البزنس في أكيد صعوبات، فما بالك في موضوع الصناعة. نعم. كم من الصعوبات غير عادي، لو ما وطنيتنا العالية وحبنا لبلدنا وشعورنا أنه هذا المكان الوحيد اللي المفروض إحنا نعمل فيه ولا عندنا خيار آخر، يمكن ما قدرنا نستمر، لكن مصرين على الاستمرار ومصرين على التطوير. يعني والله أشياء كثيرة يعني. لا يعني إذا كنا نتكلم على مستوى جهات معينة، أكيد في جهات دعمت الفكرة، أكيد في من ساند المشروع، في المقابل هناك يعني جهات تحتاجين دعمها. احنا وصلنا الان مرحله انه نطلب الثقه والتعميد المباشر من الجهات اللي احنا نستهدفها في المنتجات حقتنا. لا يعني نرضى التنازل انه تكون المنتجات اللي احنا نقدمها بمواصفات عاليه تماما ومطابقه للمواصفات العالميه، لكن الثقه في المنتج الوطني ما زال قيد الشك. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه دائما يتحججون يمكن في القدره على الإنتاج، قدرتك في الإنتاج، إحنا متطلباتنا عالية، قدرتي على الإنتاج أكيد تتحكم وتتحتم على أنت وش الأعداد اللي عندك وش التعميد، والنمو أكيد بيكون رجلي وتدريجي حسب الـ 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 الأعداد المتوقع أنه إحنا ننفذها. شكرا لك طرفة المطيري سيدة أعمال، شكرا لتواجدك معنا في الاستديو، يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا للاستضافة.